المالك تاع شباب بلوزداد هي مدار. صح. البي دي جي تاع مدار هو عمارة شرف الدين. يعني المالك اللي يتصرف هو عمارة شرف الدين. يمد تفويض يقدر انت عندك انت بي دي جي تاع هولدين كبير وعندك دي فيليال ولا ما تقدرش تكون انت في سي ار بي بالك عندك المسؤول الاول عليها ما تقدرش تبع فريق فرع شركه اللي هي شركه شباب بلوزداد شركه دادشن دار تفويض قال انا يا الشيخ مازار هو البي دي جي تاع مدار تعطي تفويض لرفيق واحد انه يتصرف باسمك ويكون وراء اسم الجزيره باسكو انت ماجوريتير مدار هي ماجوريتير انت اللي تمد التفويض باش نحرص لك على حقوق واموالك ومصالحك يجي وقت انت تشوف بلي هذا السيد اللي عطى التفويض راه يتلاعب لك بمصالحك انا ما انت حيل التفويض وتقول تروح من حقك بالضبط من حق انت المالك تاع صافي جمعيه عامه داروا 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 جمعيه داروا جمعيه عامه طارئه اسمح لي مصطفى داروا جمعيه عامه طارئه دون لارتيكس 26 من ستاتيو تاع شركه سي ار بي تمد له الحق انه يستدعي جمعيه عامه طارئه انت مول الشيء يسمى بالعاميه انت مول الشيء شيك انت تصرف كما تحب كقادر كما كان شرف الدين هو هو كما عين كما اقيل ينحيه من حقه من الناحيه القانونيه من حقه ينحيه لو تايمينغ هذا شغله انت انت مثلا عندك شركه باش نقربوا المفهوم للناس عندك شركه سي مصطفى هذه النقطه اللي حبيت نوصلها انا تفضل عندك شركه كبيره مثلا وراك عندك فيليال سي ما جو سي با تاع سميد ولا جو سي با وانت ما تقدرش تكون بارتو انت البي دي جي مول شيء تجيب عزيز تحطوا رئيس مجلس الاداره وتفوضوا باسمك باسمك نتايا وعزيز في فيفري تفيق بلي راه دار دي راباج عندك الحق تحبسه ما تخليش حتى تخلص ليكزارسيس وبالك لونتربريز تطلع في حيط هذا من ناحيه القانون من حقه ها هو الصرا تاني عندي ربما معلومات ماليش ربما ماهيش ثابته ولا مانيش متاكد منها 1000% انه كان فيه ضغوطات على مدار باش يبقى بالحاج باش ما نروحش ابعد من هذا صراو تغييرات اشياء تغيرت ولا قادر مدار انه يحاسب السيد اللي دار التفويض باش ما نروحش بعيد في الطرح باسكو مانيش متاكد فريمون من المعلومه جا له تايمي لوكازيون جات جوست صراو تغييرات نحلوا التفويض سيتي فريمون سا يعني لو صارت تغييرات صافي سي مو اوبارافون كان حي كان حي نحي ثلاثه تكلمت اليوم شيخ وهذه حقيقه واش قلت النادي اللي متوج 3 فوا بالشامبيونا ويلعب لا تشامبيونز ليغ بوتيت لا كاتريام شامبيونا لو كاتريام شامبيونا راح يلعب عليه من غير ما قلت انت 14 لاعب من غير بروايات خياليه بدلوا لي ستاف انا قلت لك بدلوا لي ستاف ولي جوار ولي سالير كبار والناس ما لعبتش اللي كان اللي فوضته ما دار باش يكون رئيس مجلس اداري يحافظ على مصالحها ما حافظلاش على المصالح تاعها يا بوتيت ابوار يا موجي في القضيه هذه ماشي بوتات يعني باش ما لا نو رفيق رفيق انا نعرفك هكذا رفيق ما كاش بوتات كاين كاين ايه لا لا يا شيخ كاين يا رفيق بوتات علاش نقول بوتات انا ما انا ما عنديش ما تقدرش تهضر امور نقول لك ما حدث رفيق يعطيك الانطباع يعني ما عندوش نوت اكسبليكاسيون من غير كاين ابوار يا موجي ما تبدلش 14 جوار ومنهم يلعبوا غير زوج الباقي كاك وتخلصوا بباطل برواتب كبيره سي بور سيت ريزون من هذه الاسباب اللي فيها يعني اللي حطيته انت يسير لك مصالح تاعك صعب دير داك للهويه وطلب اموال اخرى وباش يقعد يصرف انت تقول لي من حقك تمد 600 مليون بور ان جوار من حقك تمد مليار ولكن ولكن في المشروع الرياضي والاقتصادي الشركه لازم تحمي روحك بالضبط تحمي روحك رفيق تحمي روحك لازم يعطيك اول يخلصوا يعطيك بيان سور هذه واحده